في كل يوم جديد تحدي كبير. بلدنا فيها أكتر من 100 مليون إنسان، إزاي يعيشوا في أمان لو مفيش عيون بتحرسهم 24 ساعة؟ مش شرط يكونوا شايفيننا، لكن المهم نكون الأقرب ليهم. غرفة العمليات، خلية نحل، أجهزتها مش بتنطفي ثانية واحدة في الـ 24 ساعة. عيون بتسلم عيون، مهمتها تحرس كل شبر في بلدنا بأحدث أجهزة الرصد والمتابعة. بفريق عمل اتدرب يواجه ويحلل أصعب المواقف ويقدر ياخد قرار مصيري. اهدى، مكانك فين؟ ده يكون عندي. ها يا فندم، في بلغ حريق مركب نيليه. عمليات المسطحات المائيه، عمليات الانقاذ النهري، ورد بلاغ باشتعال باحدى المراكب النيليه. تم تحديدها مع احتماليه وجود مصابين، سرعه الوصول والافاده. تم الاستقبال بإنقاذ كافة أرواح المواطنين بسلام، وتم التأكيد من عدم وجود مصابين أو متوفين. جزيل الشكر لكافة القوات. دي شغلتنا، عشان يومك يكون عادي لازم يومنا يكون مش عادي. ألو، عايز ابلغ على شنطه غريبه ببنزينه. مكانك فين تحديدا؟ بنزين مصر. وصف لي الشنطه الموجوده عندك. شنطه سودا طالع منها اسلحه. اخلوا البنزينه فورا حفاظا على ارواح الناس. القوات في الطريق ليكم دقايق وتكون عندك. عمليات الحمايه المدنيه، سرعه التوجه للعثور على جسم غريب داخل احدى محطات الوقود، سرعه توجيه ضباط المفرعات. عمليات المرور، عمل الاخلاء اللازم امام سيارات الحمايه المدنيه. أيام كتير بنحتاج نعمل عملية في قلب المدينة الزحمة بمشرط جراح، ما ينفعش يغلط، وأوقات بتبقى المهارة أهم من القوة. تمام يا فندم، تم الاستهام من الفحص وتم التأكد من سلمية البلاغ. ورد إخطار من مشرف سيارة نجدة باستغاثة سيدة بفقد طفلها الذي يبلغ من العمر 5 سنوات ويرتدي بنطال أزرق اللون وفيست أصفر اللون بمنطقة وسط القاهرة، تقاطع شارع عبد الخالق ثروت مع شارع محمد فريد. فندم، سرعة مراجعة كاميرات مناطق وسط المدينة وتحديد الطفل المتغير مع توجيه أقرب سيارة نجدة على وجه السرعة. تمام يا فندم.
سيارة 7 بلغات سرعة التوجه لميدان مصطفى كامل وصول على طفل بعمر 5 سنوات. تم رصد الشاحنة المستهدفة وسيتم التعامل معها الآن وضبطها. المخدرات بتهزم دول من غير حرب. ضربة في العصب بتهدد كل بيت. كل جرام بنمسكه بنوقف استهداف لأولادنا. عملية محتاجة صبر كبير، والأهم نكون دايما سابقين تجار الموت بخطوة. فندم، بلاغ حريق في شعب مدينة نصر. تم توجيه قوات إكمال مدنية خدمات المرور مرفق الإسعاف. بنفكر هنواجه ايه ولا بنفكر هنرجع ولا لا، لكن بنكون متأكدين اننا هنعمل اقصى طاقتنا عشان نوصل كل انسان لبر الامان. عمليات وتمام الاطفاء واخلاء جميع الاشخاص المحتجزين داخل العقار. تم انتهاء المأمورية وتم ضبط جميع عناصر التشكيل وتم ضبط جميع القطع التي اشتبه فيها سريات. مهمتنا مش بس حماية الناس، كل قطعة من تاريخ بلدنا مسؤولية لازم نحافظ عليها للأجيال اللي جاية. ايه ده بقى؟ مامي هو في ايه؟
سابني هنا بس. ايه ده؟ الو؟ الو لو سمحتي، انا الجي بي اس توهني ودخلت في حته صحراء كده رمله وعربيتي غرزت ومفيش انترنت. اهدي اهدي، انا معاكي ما تقلقيش مش هسيبك. طب اوصفي لي بس المكان اللي انت فيه. انا مش عارفه انا فين دلوقتي، بس انا دلوقتي في حته ضلمه ومقطوعه ومش وخايفه. انا بجد خايفه. معاكي حد في العربيه؟ ايوه ولادي معايا. تمام. الو 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 الو، خلصوا التليفون فصل شحن. لا 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 يا رب اعمل ايه؟ اتصال تليفوني من سيده ضلت الطريق وتعطلت سيارتها وصاحبتها اطفال. لا يا استاذ تامر، حالا اقرب جوليه شرطه جالسه. تم تحديد احداثيات موقع المبلغه. عمليات وتم تحديد موقع السياره في الوجهه يا فندم. مع الشكر. انتوا كويسين؟ الحمد لله دلوقتي بقينا كويسين. الحمد لله. المهم انكم بخير. ازيكم؟ ربنا يخليك. الحمد لله. ما تخافوش، هنروح دلوقتي. عمليات وتم الوصول على السيارة. مكانها المميز ودورها خلاها على طول تاريخها هدف للإرهاب. وعشان نواجه عدو بالحجم ده لازم نكون مستعدين وجاهزين وقد المسؤولية. عمليات تمام القبض والسيطرة. تمام يا فندم. تم القبض على الهدفين المحددين وجاري استهداف باقي العناصر والمواد المتفجره. يتم استمرار المتابعه والاخطار عقب انتهاء المأمورية. قوات ابتدي انزل. تمام كلير. تمام اتحرك. الريدر مستعد للاتحاد. Come on!
قوات فريق الاقتحام. تمام الاقتحام ومقتل 2 ارهابي والسيطره على 2 ارهابي. اخلي الغرفه وجري ارسال عناصر الحمايه المدنيه. ده مجرد جزء من اللي بنواجهه كل يوم. دايما بنكون الاسرع والاقرب ليك من اقرب الناس. اخترنا نضحي بحياتنا الطبيعيه علشان انت تعيش حياتك الطبيعيه. بنوصل الليل بالنهار عشان تبقى متطمن وتبدا يوم جديد. عشان امانك انت ابدي روحي ليك وللبلاد. شرطة وشعب جنب بعض صف واحد يوم ما تحتاج حد قد ايه. والمهم والاهم احنا قد المسؤولية. لما تحتاج لي تلاقيني قبل ما تبدا علي. السيطرة خط زي المسطرة. اطمني يا مصر امنك عندنا مهما كان او اهجرة بالامان منورة مستعد اني احرس بالليالي. كل مصر مننا امن غاني عندنا وابن وابني كله هيكمل مكاني. ده الاهم والتحدي ابتدي لك يوم جديد نهار جديد يكون امان وبخير عليك وتكون سعيد. دايما حياتي ومبدئي تضحيه ابطلنا شداد عشان امان.